ده النخزة، ده المسؤول عن إدارة السفينة. ده الغيث اللي هو اللي بيغوص عشان يجمع البحار. طبعا ده اللي بياخد مرتب حلو، بيبقى ليه أسهم أكتر. ده السايب اللي هو بيمسك الغواص. البلد دي السوكل تحت. النهام ده اللي هو بيروح معاهم عشان يغني يتربهم. السكوني ده اللي مسؤول عن دفع السفينة. النرجيلة مركز للنوم، الناس اللي بيناموا هنا. ودي المحار. ده بيحطها عشان يكتب من القفاس لحده. وده السوق. المزار ده اللي بيجيب لهم الميه وزاد بسفينته الخاصه. النهام، البلاف اللي هو صنع السفن الخشبيه التقليديه. القفال، عوده اهل الغوص للوطن والاهل. مركب الريان، سكون الاسفار انه خزت الاسفار. اللؤلؤ كتاب القالي.